Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كيف حالكم؟ صباح الخير. اللغة العربية للصف الثالث. اليوم سنتعلم موضوع تفضل إلى الفصل ونركز على الكلمات المركزة. هيا نبدأ. كرسي كرسي مكتب مكتب دولاب دولاب سلة سلة باب باب مصباح مصباح لوحة لوحة مروحة مروحة مكنسة مكنسة نافذة نافذة سبورة سبورة ممسحة ممسحة كرسي كرسي كروسي شيء كر سي يون كرسي مكتب مكتب ميجا تيبل مكتب مكتب دولاب دولاب الماري كابورد دولاب دولاب سلة سلة طن سامبا تسبي سلة سلة باب باب بنتو دور باب باب مصباح مصباح لامبو لام مصباح مصباح لوحة لوحة papan kenyataan notice board لو ها تن لوحة مروحة مروحة كيباس فان مروحة مروحة مكنسة مكنسة penyapu broom مكنسة مكنسة نافذة نافذة tingkap window نافذة نافذة سبورة سبورة
papan tulis, writing board. Sab, bu, ro, tun, saburotun. Mimsahatun, mimsahatun. Pemadam papan tulis, writing board duster. Mim sa ha tun, mim sa ha tun. Syukran jazilan. Ma'a salama wa ila liqa. La tansa subscribe. Bye. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe channel saya untuk video-video yang lebih menarik. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.